بسم الله الرحمن الرحيم، طلابنا وطالباتنا الأعزاء، نستمر معكم في معامل مادة علم الأحياء الدقيقة. وصلنا إلى المعمل الأخير اللي هو معمل بكتيريا الموتيليتي، معرفة اللي هو هل البكتيريا اللي موجودة عندنا في المعمل متحركة أو غير متحركة، هل لها فلاجيلا ولا ملهاش فلاجيلا. بداية لازم نعرف أنه ليس كل البكتيريا لها فلاجيلا، ليس كل البكتيريا قادرة على الحركة. الفلاجيلا يعني لها أهمية كبيرة في البكتيريا، أنه تسمح للبكتيريا تتحرك من مكان إلى مكان، وهذه بنسميها على العملية كيموتاكسيز أو فوتوتاكسيز. البكتيريا تتحرك بثلاث طرق، أول حاجة في الفلاجيلا إذا كان لها فلاجيلا، الطريقة الثانية اللي هي الانترنال فلاجيلا اللي هي زي السبايروكيتس اللي هي الاكزيال فيلامنت، الطريقة الثالثة اللي هو جليدنج اللي هي الانزلاق من خلال انزلاق البكتيريا، وخاصة البكتيريا اللي لها جلايكوكاليكس او كبسول. انواع الفلاجيلا زي ما عارفين في مونوتوريكياس يعني بكتيريا لها فلاجيلا واحدة فقط، بريتريكياس في بكتيريا لها فلاجيلا على طول الجدار السيل وول، على كل السيل وول بيسموها بريتريكياس. امفيتريكياس فلاجيلا فقط على اللي هو الجهتين من جهة البكتيريا بوث اند، النهايتين تبعت البكتيريا. في عندنا لوفوتريكياس بتكون مجموعة من البكتيريا على جهة واحدة فقط من جهة البكتيريا. طرق عد البكتيريا أو طرق معرفة هل البكتيريا تتحرك أو لا، في عنا ويت ماونت، في عنا هانجينج دروب ميثود، في سيموسيلد ميديا انكيوليشن أو فلاجيلار ستينينج نحكي عنها الآن، ومثال على كل بكتيريا. طريقة مباشرة، من خلال هذه الطريقة بنجيب شريحة نظيفة، بنجيب كفر سليب، وبنجيب نيوتريانت بروث هذه وسط زراعي سائل، وبنجيب اللي هو الانكيوليتنج لوب. الطريقة هذه بنجيب شريحة وبنجيب البكتيريا بتكون موجودة في نيوتريانت بروث، تكون مزروعة في نيوتريانت بروث، نعملها ميكسينج على الفورتكس، وبواسطة دروبر او عن طريق الانكيوليتنج لوب بناخد نقطة من البكتيريا وبنضعها على الشريحة، وبنحط على الشريحة كفر سليب، وبعدين بنشوف الشريحة تحت الميكروسكوب وبنشوف حركة البكتيريا، هل تتحرك البكتيريا من مكان إلى آخر ولا. إذا كانت تحركت البكتيريا من مكان إلى آخر فهي متحركة، أما إذا كان البكتيريا تحركت في مكانها تحركت في مكانها فهي غير متحركة، بتكون هذه الحركة بسموها الحركة البراونية، برونيونيون موشن، الحركة البراونية هذه تتحرك فيها البكتيريا بناء على اهتزاز ذرات الماء فقط، أما لازم البكتيريا عشان نقول عنها متحركة تحرك من مكان إلى مكان بالطريقة زي ما شرحناها قبل شوية. لأنه تحت الميكروسكوب لازم البكتيريا تتحرك من مكان إلى مكان عشان نقول عنها إنها متحركة، لكن إذا كانت تحركت الحركة البراونية هذه مش حركة وإنما هذه عبارة عن حركة ذرات الماء فقط. المميزات تبعت الطريقة هذه الأدفانتج يعني المميزات تبعتها والأهمية تبعتها إنها طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، ومن خلالها ممكن نشوف كمان الشيب تبع البكتيريا او الارينجمنت تبع البكتيريا اللي ممكن ما نشوفوش عند صباغة البكتيريا، ممكن تتحطم البكتيريا في خطوات الصباغة. الديس ادفانتج المساوئ تبعت هذه التجربة انه البكتيريا ممكن تكون خطيرة، اذا كان البكتيريا خطيرة او البكتيريا ممرضة ممكن تعمل عدوى للشخص اللي بيفحص العينة. ممتازة لفحص حركة البكتيريا اللي هي الهانجينج دروب ميثود، الطريقة المعلقة أو النقطة المعلقة.
بلزمنا في هذه الطريقة إنه في عنا شريحة ولكن إلها ديبريشن، يعني إلها انخفاض مقعرة، كفر سليب، فيزيلين، توث بيكس، نيوتري أنتي بروث كالتشر. فهذه الطريقة بنجيب أول حاجة الكفر سليب وبنحط على أطراف الكفر سليب اللي هو الفيزيلين بواسطة التوث بيكس اللي هو عبارة عن عود خشب، بنحط الفيزيلين وبعدين بنجيب الشريحة تبعتنا، وزي ما حكينا في بكون فيها انخفاض أو مقعرة، بنحط في على العينة تبعتنا على نص منتصف الكفر سليب، وبعدين بنيجي بنحط اللي هو المنطقة المقعرة باتجاه العينة تبعتنا الموجودة على الكفر، المنطقة المقعرة اللي هي الانخفاض باتجاه النقطة اللي موجودة على الكفر سليب، وبنلزقها مباشرة الكفر على الشريحة وبنرجعها تاني عشان ما تنكب العينة تبعتنا فورا، وبنشوفها تحت الميكروسكوب. طبعا ليش يعني أهمية الطريقة هذه؟ لأنه يعني بتكون البكتيريا حرة الحركة داخل هذه الشريحة. تو شرحناها قبل شوية، قلنا بنجيب أول خطوة بنجيب كفر سليب، بنحط نقطة في نص الكفر سليب من العينة تبعتنا لنشوف إذا كان فيها بكتيريا متحركة ولا لا. على أطراف الكفر سليب بنحط على كل جهة من الجهات نقطة من نقاط الفيزيلين بواسطة العود الخشبي، أو بنحط الفيزيلين على برضو أربع جهات على الشريحة المقعرة حوالين المكان اللي هنحط عليه العينة، ممكن هنا أو ممكن هنا. بعدين بنيجي بنجيب الشريحة المقعرة وبنلزقها في الكفر سليب وبنقلبها على طول، وبنيجي بنحط اويل دروب على الشريحة وبنشوف تحت الميكروسكوب حركة البكتيريا. الفانتج تبعتها انها برضو طريقة سهلة وممكن من خلالها نشوف الشيب والارجمنت تبعت البكتيريا، بالاضافة انه الفيزلين اللي حطيناها ممكن يعني يديم او يجعل الشريحة يعني تمكث فترة طويلة بدون ما تجف. slows down the drying out process، يعني بتطول عنا النقطة أو العينة تبعتنا عشان تجف بسبب وجود الفيزلين، لأنه بيغطي النقطة تبعت العينة. disadvantage إنه أيضا ممكن العينة تكون خطيرة أو البكتيريا تكون خطيرة، ممكن تعدي الإنسان اللي بيشتغل في العينة. السيميوسوليد ميديم انكوليشن، هذه طريقة سهلة وشرحناها في المعمل الماضي. هذه الطريقة بنجيب أنبوبة اسمها موتيليتي ميديم، طبعا سيميوسوليد بين صلبة وبين سائلة عشان تسمح للبكتيريا بالحركة داخل الأنبوبة. الأنبوبة هذه بيكون فيها انديكيتور اسمه 2-3-5 تراي فينايل تترازوليوم كلورايد، هذا لونه أحمر عشان يعطي البكتيريا اللون، عشان يعطي البكتيريا اللون. الآن بنجيب البكتيريا وبنضعها على انكيوليتنج لوب وبنزرع العينة تبعتنا داخل الأنبوبة خط مستقيم، لكن ما بنصلش قلنا للآخر، وبعدين بنطلع الانكيوليتنج لوب وبنعمل انكيوبيشن للعينة تبعتنا لمدة 24 ساعة 37 درجة مئوية. بعد 24 ساعة بنطلع الأنبوبة، إذا كان نمت البكتيريا على الخط اللي زرعناه فقط مات البكتيريا غير متحركة، لكن إذا كان نمت البكتيريا على مكان أبعد أو في داخل كل الأنبوبة معناته أن البكتيريا متحركة
العينة بتكون أو البكتيريا بتكون في الحالة هذه موتايل. طبعا اللي بيوضح حركة البكتيريا اللي هو الانديكيتور اللي تو حكينا عنه قبل شوية، لأنه لونه أحمر فبوضح اللي هو المكان اللي راحت عليه البكتيريا أو هاجرت له البكتيريا أو تحركت باتجاهه البكتيريا. الصورة أو الأنبوبة اللي على أقصى اليمين هذه البكتيريا متحركة موتايل، لأن البكتيريا تحركت من المكان اللي انزرعت فيه، بينما الأنبوبة اللي في النص البكتيريا غير متحركة لأنه ما تحركتش البكتيريا، نمت فقط على الخط اللي احنا زرعناه. الأنبوبة اللي على أقصى اليسار فبكتيريا أيضا متحركة لأنها نمت في كل الأنبوبة. كشف الحركة للبكتيريا اللي هي فلاجيلاستين، نقوم بصباغة الفلاجيلا. طبعا الفلاجيلا يعني حجمها صغير جدا، عشان هيك لازم ناخد بالنا لما بدنا نعمل الفحص. طبعا البرنسبل تبعت الفحص انه زي ما حكيت انه الفلاجيلا رقيقة جدا وصغيرة جدا. من خلال هذه الطريقة سوف نقوم بصباغة البكتيريا ووضع الصبغة على جدار الفلاجيلا حتى تظهر معانا تحت الميكروسكوب، عبارة عن تغليف الفلاجيلا، تغليف الفلاجيلا بالصبغة حتى تظهر معانا بشكل واضح تحت الميكروسكوب. الفلاجيلا الستين، بداية بنجيب شريحة نظيفة، بعدين بنجيب الطبق اللي موجود عليه المستعمرة اللي بنفحصها. بنيجي أول خطوة بنقطع الميديا اللي حوالين المستعمرة، وبنخرج هذه الميديا من الطبق وبنحطها على الطاولة مثلا. بنجيب الشريحة بنخلي الشريحة تلامس في المنتصف، طبعا منتصف الشريحة تلامس سطح المستعمرة برفق حتى لا تتأثر الفلاجيلا، وبنخلي الجزء من المستعمرة هذا اللي حطيناه على الشريحة اير دراي، يعني ينشف بدون اي فيكسيشن، ما بنعمل فيكسيشن هيت فيكسيشن لان ممكن تتأثر الفلاجيلا وتدوب. بعدين نيجي بعد ما تنشف الشريحة بنحط اللي هي الصبغة تبعتنا اللي هي البارا روزانيلين، بارا روزانيلين اللي هو بيزك فاكشين لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة بنغسل الشريحة بالمية ولكن أيضا برفق، حتى لأنه إحنا ما عملناش فيكسيشن للشريحة عشان ما تضيع العينة تبعتنا. بنعملها اير دراي، بعدين بعد ما تنشف الشريحة بنحطها تحت الميكروسكوب عند اللي هي المية اويل اميرشن. لكن هنا بدنا ننتبه انه نستعمل دائما الفاين فوكس او الفاين ادجستمنت عشان ما تتأثر الشريحة تبعتنا باللي هي العدسات. وبعدين بنطلع تحت الميكروسكوب وبنشوف هل موجود للبكتيريا فلاجيلا وقديش عدد الفلاجيلا الموجودة لكل بكتيريا. هل البكتيريا مونوتريكياس ولا لوفوتريكياس ولا بيريتريكياس وهكذا. البكتيريا عندنا بعد الصباغة عبارة عن لوفوتريكياس، يعني موجود عدد من الفلاجيلا على طرف واحد من البكتيريا، موجود أكثر من الفلاجيلا على طرفين من اللي هي البكتيريا، وهذه ممكن نسميها أنفيتراكياس.